صحيح أي هدف يبقى محتاج يعني موازنات وأموال وحاجات كتير، لكن صدقوني ودي تجربتنا هنا لما اتكلمنا. أنا أفتكر أن أنا جبت شركات الأدوية الأمريكية وإحنا هناك في بنتحدث معهم على من هم يساهموا معانا في توفير العلاج بتكلفة عملية يعني نقدر ننفق عليها العلاج ملايين من المصابين في مصر. ولقينا ان رغم ان كان الدواء ساعتها $10,000 ويمكن يعني، لكن احنا تحصلنا عليه بتكلفه اقل من كده. وده امر مشكور كمان لشركات الادويه اللي انا برحب بيها وهي موجوده معانا هنا، وبقول لهم بقى خلي بالكم ان افريقيا سوق واعد. إذا كنا النهاردة 1,250,000,000 أو 1,300,000,000، فخلال 20-30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار. ده سوق كبير قوي، وبالتالي المستقبل لأفريقيا، المستقبل لأفريقيا. يمكن الناس ما تشوفش ده، المستقبل لأفريقيا. أنا عايز أقول أفريقيا 60-65% من سكانها شباب، ويمكن أكتر من كده، يعني لسه في فرصة. فارجع تاني أقول عشان بس ما يفوتنيش أن أنا أسجل بتقدير شديد باسمي وباسم كل المصريين كل الاحترام، سواء للي اكتشف الفيروس الدكتور هارفي أو للشركات المصنعة لهذا الدواء والأدوية الأخرى، كل التقدير لهم وكل الاحترام لهم.